مين منا ما بيحب يزور سوق الحميدة وهو من أهم الأسواق الأثرية في بلاد الشام؟ يعني دائما أي حدا بيزور سوريا أول مقصد له بيقول أنا بدي أدخل على سوق الحميدة، حتى من المحافظات السورية كمان زيارتهم الأولى بتكون لسوق الحميدة. بلفتنا كتير قصص بقلب السوق، إن كان بيع الترموس، إن كان خلينا نقول أعمال دمشقية القديمة، الأعمال اليدوية، بقداش، الجامع الأموي، النوفرة وغيرها من القصص التاريخية اللي لكل قصة فيهم حكاية كتير حلوة. خلونا نكون بجولة ضمن سوق الحميدية. عن جد بالنسبة للشغلات التطريز مثل الصرمة، هيك شغلات مثلا، هذا تطريز صرمة اليدوي. عنا التطريز مثلا البريم، هدول الشغلات اليدوية. كمان في عنا الشك الحلو. الموديلات طبعا نحن مختصين، يعني نحن بسوريا فيها. علاقتي بسوق الحمدية والله قديمة، يعني أنا كنت من أول كنت أشتغل حويس بالسوق ونشتغل إحنا مع بعض مع الشباب، بعدين تعلمتها وحبيت هالمصلح وصرت أشتغل تصميم البدلات وحبيتها وصرت أشتغل أنا ورفقاتي واشتغلناها بعدين حبيناها. سوق الحمدية من أهم الأسواق يعني بدمشق، يعني بشكل عام سوق قديم وعريق أكيد. يعني أنا ما فيني، يعني أنا اللي أقول عليه يعني الحكي، هو لحاله سوق الحمدية تاريخ بحاله، هو بيحكي عنا كلياتنا. يعني بيحكم إن السوق قديم، يعني نحنا مثل ما بيقولوا تراث بالسوق بلباسنا وبريقنا ووضعنا هون بالسوق. ما بتحسن وقف غير بمطرح التراث، بما إن السوق تراثي نحنا هون شغلتنا. سوق الحمدية سوق أثري معروف يعني هذا، وأيمن إجا سوريا بده يفوت على سوق الحمدية ويروح على الأموي ويصلي بالأموي، يعني مشهور سوق الحمدية. سوق الحمدية كتير حلو من أصدم لبنان، لأنه فيه شغلات أثرية وبنجي ناخد أغراضنا كلها من سوريا، لأنه سوريا هي قلب العروبة النابض. كل شيء حلو بالحمدية، البوزة، السوق كله بشكل عام. والله نحن جايين من لبنان كرمال بوزة بقداش، بدليل أنه لبنان وسوريا مجتمع واحد وأهل وأحبة، والله خلينا سوريا وخلينا بقداش.